اللي عاوزني يجيلي، وانا عاوزة اتجوز، عاوزة حد ينسيني القديم. تصريحات مثيرة من الفنانة بلقيس كشفت فيها عن رغبتها في الجواز، مش هتصدق اللي قالته. بلقيس فاجأت الكل في الساعات اللي فاتت بتصريحات مثيرة كشفت فيها عن رغبتها في الجواز مرة تانية، بعد مرور حوالي 3 سنوات على طلب الخلع اللي قدمته للانفصال عن زوجها الأول ووالد ابنها الوحيد. بلقيس خرجت بتصريحات مثيرة وكشفت فيها كواليس لأول مرة، وطلبت بالجواز على الهوى وقالت لسه ما جاش العريس بس أنا عاوزة اتجوز، اللي عاوزني يجيلي، أنا ما بروحش لحد. الواحد ينفصل ويزعل ويرجع يحب من أول وجديد وينسيك القديم. بداية أزمة بلقيس مع طليقها سلطان عبد اللطيف كان في 2021، بعد ما أعلنت إنها ترفع قضية خلع للانفصال عنه. وقالت بلقيس أنا رفع قضية خلع من فترة بالمحاكم الإماراتية وكل ثقة بالقضاء النزيه، وأنا ما أقدرش نخوض أكتر في الموضوع ده، بينا أجمل هدية في العالم اسمها تركي، الله يخليه ويحمي يا رب. كمان كشفت بلقيس وقتها عن مفاجأة من العيار التقيل وقالت إن شاء الله ربنا يوفق ويسهل والله يختار اللي فيه الخير، الموضوع أصبح فيه غلط كبير ووجب التوضيح، يعني من بداية السنة هيك مفرح قلبي، الحمد لله على النجاح وكل شيء كتير مبسوطة، وبعد رمضان في مفاجآت كمان. وقالت إن اللي دفعها الإعلان إنها رفعت قضية خلع هو إنها كانت هي وزوجها السابق دايما مع بعض وكان مرافق ليها وسألها البعض خصوصا من الميديا بعد ما لاحظوا إن بدأ يغيب لفترات عن السبب ده. وقالت وقتها بلقيس وفي يوم من الأيام كان بيني وبين صديق صحفي اتصال وقلت له الحقيقة كما هي، حيث كانت توجد قضية خلع في المحاكم ولا أستطيع أن أعطيك التفاصيل. ليه بيشوف الناس إن موضوع خلع الست الراجل في المحكمة قوة وأسوأ، رغم إن ده حقها ومش بس كده لكن كمان حق الزوج إنه يطلق زوجته. وقالت إن الانفصال كان من فترة وهي متعايشة مع وضعها وحياتها وكذلك زوجها السابق والآن منفصلة وتم التطليق عن طريق الخلع في المحكمة وانتهى الموضوع على خير. لكن في المقابل كان في تصريحات مثيرة من طليق بلقيس كشف فيها عن أسباب الأزمة بينهم وقال لم أندم على قراري سواء أخطأت أم لم أخطئ لأن كل شيء مقدر من الله، بالطبع لا أحد يسعد بالطلاق لكنني مرتاح دلوقتي والطلاق تم بحب وتفاهم وكل علاقة لابد أن تنتهي والحب موجود دايما طالما هو في الحياة وليس من الضروري أن يشعر الناس بحزني، أنا أجلس مع نفسي بمفردي وأحاسب نفسي كثيرا والناس تتابعنا على السوشيال ميديا وتظن أنها حياتنا